في القائم الايسر لمصلحه توباسلا. امين وراسيه والهدف. جول 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 جول، الثانيه الثابته من وسيم عقاب، الثانيه تكفي لوسيم عقاب ليدون اسمه على اول هدف في المباراه. 1-0 لمصلحه توباس في ركنيه نموذجيه وراسيه رائعه من وسيم عقاب من قلب الدفاع الى شباك الحارس احمد حجرات. 1-0 لمصلحه توباس. 1-0 وسيم عقاب. امين محاجنه بهذه الطريقه الرائعه يرسل كره، ومتابعه وسيم عقاب بدون رقابه خلف الجميع، متربص في المكان الصحيح ومن ثم تابعها بشكل دقيق وبتركيز كبير. يتابع كرة أمين محاجنة بهذه الطريقة إلى وسيم، رأسية قوية تعلن عن الأسبقية لطوباس وأول أهداف المباراة. نأمل هو الآخر عندما نشاهد هذه العناصر الشابة تدخل، نتمنى نشوف منها حاجة حلوة أكيد. كرة وبخيت خطيرة والهدف والهدف والهدف، يا بختك يا بخيت، الهدف من بخيت يعدل النتيجة لمركز طول كرم. محمد بخيت يدوب داخل، واللمسة الثانية جول، اللمسة الثانية جول محمد بخيت. في وقت الحديث عن الأشياء الحلوة من الأسماء الشابة والواعدة، محمد بخيت يترجم هذه الكرة بطريقة رائعة في شباك الحارس أحمد الشولي، ترجمة ممتازة جدا. البديلان هنا في كرة مشتركة.